عاملين يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وان شاء الله. طبعا غايب عن القناة من قبل رمضان لدرجة اني قفلت من القناة خالص، مع اني كنت منظم حلقات جميلة جدا للشهر الكريم دون، بس غصب عني طبعا عندي مشاكل كتير وبحلها. بس حبيت بقى يوم ما ارجع اكلمكم عن موضوع يخص كريتوس، لان القناة بدأت بيه وحقه اني ارجع برضو بفيديو ليه، مع ان كل الشغل الجاي كان مختلف تماما، بس سامحوني طبعا. بلس اصلا اني حبيت الفيديو ده يخص كريتوس عشان جات لي هديه جميله قوي تخص اللعبه بتاعته، فحبيت ارجع بفيديو للعبه، وعشان كده لازم اعرفك على الهديه الجميله اللي جات لي دي. بجد ما كنتش متخيل ان ممكن يكون في شباب في مصر تقدر تعمل شغل 3 دي بالشكل دون، حاجه في منتهى الروعه طبعا، من تفاصيل شغلهم او حتى اهتمامهم بتوصيل المنتج لحد بيتك سليم بنفسهم. كلمني محمد طارق من القناه هنا وقال لي يا دوتسي عملت لك هديه كده وعايز اجيبها لك، وهي الهامر الخاصه بسور الميولنير وكمان شغل تاني كتير. ساعتها اندهشت طبعا لاني بصيت على شغل السوني ولقيته ان هو حاجه عظيمه طبعا، بس المشكله كلها في الفلوس. يعني انت هتلاقي ان الهامر او البوكس الكامل اللي هو الكوليكتور اديشن بتاع السوني عامل فوق ال 200 يورو، يعني عامل حوالي 6000 جنيه مصري، اللي هو خراب بيوت يعني، حق تجميعه كامله. فعشان كده حبيت ان انا اساعد محمد طارق واشوف شغله والفت نظر كل الجيمر ليه، لانه بجد يستاهل ان احنا نتكلم عنه ونوري شغله للناس كلها. دي الميول نير اللي هو بعتها لي، بجد كميه التفاصيل فيها رهيبه، وحاسس بجد بتقل الهامر بتاعتها. ما كنتش متوقع ان الثري دي ممكن الشغل بتاعه يبقى بالشكل دوت. حتى هو كلمني على الماتيريال اللي بيستخدمها والحاجات دي كلها، حاجات بجد قيمه جدا. وبجد اغلبكم لو جيمر بجد هيعرف مين هو محمد طارق، لانه بيحضر كوزبلاي كتير جدا، فبنسبه كبيره لو اغلبكم بيحضر الكوزبلاي وبيروح الحفلات دي اكيد يعرف محمد طارق. انا عمال فعلا اقلد صورته للوقت، وكريتوس طبعا لانه كمان بعت لي البليدز اوف كيس بتاعته، فبجد هي اكتر الحاجات اللي عجبتني قوي في الشغل بتاعه. وحتى كمان الفايزن اكزي بتاع كريتوس خرافيه، بس اكتر شيء عجبني هو البليدز. هسيب لكم رابط محمد طارق في الكومنتس تحت، كلمه لو حابب تعمل اي تصميم انت حابه، مثلا لو عايز تعمل فيجر انمي او حتى فيجر لكريتوس بالشكل دون اللي انت عايزه، ابعت له التصميم اللي انت نفسك فيه وهو هيقدر يعمله بالشكل اللي انت عايزه. انت ممكن لدرجه انك تطلب منه كريتوس لابس جلابيه وعمامه، يعني اللي انت عايزه كله طبعا، عشان احنا في الشهر الكريم دون ممكن تعمل حاجات قيمه جدا للسيت اب بتاعك. كلم محمد طارق، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، وخلينا نبدا الفيديو، يلا بينا. حبيت اعمل الفيديو ده واكلمكم عن اقوى لستة انمي لكريتوس. حبيت اتكلم عن موضوع يمكن محدش اتكلم فيه قبل كده، يمكن محدش جه اصلا على باله، وهو ان في زعماء اترعبت من كريتوس جدا بالنهايه، وفي زعماء تاني عكسهم خالص ما بانش عليهم اي خوف ولا بالنهايه ولا حتى بالبدايه، لدرجه ان هم كانوا بيشتموا فيه. فعشان كده شارك برايك في الكومنتس تحت في الليسته اللي احنا هنتكلم عليها النهارده دي، وشايف مين اكتر زعيم خاف من كريتوس بالنهايه. حابب بقى اخلي الليسته دي تكون 5 زعماء فقط، زعماء اترعبت من كريتوس رعب حقيقي، رعب دخول الموت عليهم فعلا. فيلا بينا نخش على الليسته دي. خلينا نبدا الليسته بالزعيم رقم 1 او رقم 5، وحبيته يكون المركز الخامس لاسباب كتيره جدا، منه مثلا انه اقل عظمه من باقي الالهه بالليسته، مع انه طبعا كان زعيم عظيم جدا، وكمان لان كريتوس موته لعده اسباب اهانه في حقه كاله، وهو هيليوس اله الشمس. ايوه الزعيم ده اكتر الزعماء اللي اتهانوا من كريتوس، اكتر اله فاكر انه واقف على ارض صلبه اسمها زيوس وبوسايدون واثينا، طول الوقت فاكر انهم هيكسبوا الفايت دون، لانه مش فايت اساسا، ده كريتوس مجرد نكره، يعني شخص ثاني ما ينفعش يتقارن بآلهة اولمبس. فهيليوس شاف طول الوقت ان الامر محسوم محسوم، البيج ديل بس هو كانت هي العمالقه بس اللي كريتوس خلاهم يصعدوا لجبل اولمبس. بس طبعا لما هيليوس وقع فكر في خداع كريتوس وقال له انك لازم تستخدم شعله اولمبس يا كريتوس لهزيمه زيوس، ده لو عايز تهزمه اصلا. طبعا كان غرضه كريتوس يستخدمها من اجل انه يموت، بس كريتوس كان عارف بامر الخدع دي، وحسب ما اتذكر عرف بامر قوه الشعله دي من هيفيسيوس نفسه. فساعتها هيليوس قال له انت مصدق النكره دون؟ ده اولمبس كلها نكرته وكمان لعنته، انت مصدقه ازاي يا كريتوس؟ كريتوس رد عليه ساعتها برد غريب جدا وقال له عشان اصلا هو ملعون من اولمبس ومنكم كلكم، عشان كده انا صدقته، وانك يا هيليوس مش هتعرف اصلا تخدعني، خلاص انت موتك جاي جاي. لو شفت نظرة هيليوس ساعتها هتعرف قد ايه تملكه الخوف من كريتوس، لدرجة ان هو استدعى قوة الشمس نفسها، وراحت منه هيبة القوة ساعتها والثقة الزايدة اللي مخلياه فاكر نفسه يقدر يهزم كريتوس طول الوقت. عارف انت الامر المدهش ايه واللي يذل حرفيا هيليوس؟ هو ان كريتوس اخد راسه عشان بس يستخدمها كمصباح في الضلمة، ولكن كلنا عارفين ان كريتوس قفل تماما من آلهة اولمبس، فحب يقتله برضه كانتقام يعني، واستخدم راسه لما لقاها مفيدة ليه.
خلينا نخش على الزعيم اللي بعد كده واللي يبقى المركز الرابع، وبجد يستاهل المركز ده جدا، وهو بوسايدون. ايوه بوسايدون خاف من كريتوس جدا يا جماعه، والله الشباب كلهم جعلصوها في الاول وعملوا فيها وحوش وان كريتوس مجرد نكره، ولكن بالنهايه انهزموا اشر هزيمه. عندك تحول بوسايدون بالنهايه ده لما بقى عملاق، طبعا بسبب فقط جايا وباقي العمالقه، لكنه متاكد تماما ان كريتوس ده مجرد بني ادم فما كانش خايف منه، يعني شخص فاني وهنهزمه بنفخه واحده من البحر. لكن طبعا فاجئه كريتوس لما خده هو شخصيا من داخل شكله العملاق. ايوه كريتوس خطف بوسايدون تماما لما جايا ضربت بوسايدون في صدره، كريتوس خطفه من جوه هيئته العملاقه دي. المشهد بجد كان عظيم جدا يا جماعه، وبدا معاه الفايت كرجل لرجل، يعني كان شكله راجل كده اللي هو مش عملاق ولا اي حاجه. ولكن عايز اقول لك اصلا ان بوسايدون بعد ما خرج من جسمه العملاق تحسه بقى ضعيف جدا وبدا يتقبل مصيره، ولكن حب انه يلعب على عقل كريتوس، بمعنى انه قال له مهما تموت من ملوك اولمبوس هيجوا غيرهم وهيتصدوا لك، حب زي يخوفه كده. بس طبعا يخوف كريتوس ازاي؟ كريتوس قال له ساعتها خليهم يجوا وهيحصل فيهم زيكم بالظبط، واستعد انت بقى الموتى. كريتوس لقى ساعتها بوسايدون فعليا شخصيه هامده جدا، شخص ضعيف جدا، ومن كتر غضب كريتوس وضربه لبوسايدون كنت هتحس بقد ايه بوسايدون خايف من كريتوس. ايوه يا اخوانا بوسايدون اترعب من كريتوس بالنهايه، عشان كده حبيت اخليه ضمن الليسته دي. لما كريتوس ضربه وبعدها رماه لمسافه بعيده عنه قريبه يعني من حافه الجبل او من العملاق اللي كانوا بيفايتوا بعض عليه فوق، بوسايدون كان بيتنفس بصعوبه ومجال الرؤيه بتاعه كان ضايع حرفيا، لدرجه لما استوعب انه هيموت وبدا يشوف عدل شاف كريتوس جاي عليه وبمنتهى الغضب. عمل ايه ساعتها بوسايدون؟ كل اللي عمله كان بيتنفس بصعوبه وبيحاول يسحف عشان ينط من فوق العملاق دون اللي هم عليه من كتر ما هو خايف طبعا من كريتوس. بس هتهرب من قدرك فين يا حزين؟ ده كريتوس جاي لك وده هيكون لك اخر سين وعجبي. وبعدها بوسايدون لف له لقاه في وشه، طبعا كريتوس مسكه ولف له راسه زي اللمبه القلاووس ورماه من على الجبل كمان. عارف يا جماعه ان ناس كتيره كانت بتحب بوسايدون جدا، بس انا مش بقلل منه خالص اطلاقا، لكنه اترعب فعلا من كريتوس وده طبيعي على فكره، لانه فعلا كان ضعيف جدا وشايف ان الموت جايله جايله. تعالى بقى نخش على الشخصيه رقم 3، ودي شخصيه مقربه جدا لقلبي، حبيتها تكون بالمركز ده عشان تبقى دي من افضل توب 3، وهي ايريز. عارف والله عارف يا شباب ان ايريز من كتر الهيبه والعظمه بتاعته هيخليكم تقولوا ده كلام فاضي. ايريز ما هبش كريتوس خالص ولا حتى خاف منه، بس صدقني ايريز حرفيا خاف من كريتوس وهثبت لك ده. ايريز كان عارف قدر كريتوس من وقت ما كان بيبحث عن محارب يكون تحت ايده، محارب يساعده في انقلابه على زيوس، واول ما لقى كريتوس بيطلب المساعده منه نزل له بنفسه، لانه على عكس ما انت متخيل كريتوس في اللحظه دي ما كانش جبان ولا حتى بيطلب المساعده من ايريز عشان خايف من الموت، لا كريتوس طلب المساعده من ايريز لانه قوي جدا وشاف انه ما ينفعش يموت الموتة دي، لازم يقف على رجله ويحارب ويموت كمان وهو بيحارب، مش يكون تحت رجل زعيم البربريانز مستني موته. وده خوف كريتوس الحقيقي، خاف يخسر خسارة زي دي، عشان كده ايريز شاف ان كريتوس قوي جدا، محارب يخاف يخسر مهما حصل حتى لو هيقف لوحده قصاد جيش كامل من البربريانز، بس يكون معاه قوه تسمح له بده لانه بشري برضه يا جماعه. وفعلا لما اخد البليدز اوف كيوس ساعتها اظهر قوته فعلا قصاد الجيش بالكامل، فنظره ايريز لكريتوس كانت صح، ان كريتوس قوي جدا ويمكن يكون هو الفتى صاحب النبوءه الخاصه بقتل زيوس. والاثبات على دون ان ايريز كان هيقتله وهو صغير لما اخد اخوه ديموس، لكن اثينا قالت له لا واتصدرت له، اللي اثبت لك ان ايريز عارف ان كريتوس صاحب النبوءه. رده ساعتها على اثينا لما قالها انت مش شايفه الحقيقه يا اثينا او بتبعدي عينك عنها، فطبعا فيما بعد لما قرر ينقلب على زيوس واولمبوس شاف ان كريتوس مفيد ليه. هنا طبعا ايريز قال ان هو يضمه ليه، غلطه ايريز الوحيده هي انه قتل عائله كريتوس، لا ده كمان خلى كريتوس هو اللي يقتلهم بنفسه، كان فاكر ان كريتوس ممكن يضحي بعائلته عادي جدا لانه محارب قوي وعنده استعداد لفقدانهم عادي زيه، لكنه اتفاجئ بغضب السبارتي، حتى هتلاقيه بعدها بعد تماما عنه وقرر يقلب عليه الفيوريز لان كريتوس كسر قسم الدم ما بينه وما بين ايريز، فده دليل انه خاف من كريتوس وبعد تماما عنه مع انه قتله بعدها. بس انا النهارده في الفيديو اقصد الخوف الخاص بايريز بالنهايه، لما كريتوس حارب ايريز كان الاثنين اقوياء جدا وايريز ما كانش عنده شك انه يكسب كريتوس، لا هو كان متاكد وفعلا كان هيكسبه، لكن كريتوس قدر انه يتغلب عليه، وفي اللحظه دي بالذات ايريز باين قد ايه هو خايف من كريتوس، لان كريتوس لما جاب ايريز على الارض ساعتها ايريز شاف ان مفيش فايده معاه، خلاص انا كده هموت هموت، فحاول يستعطفه، فقال له ساعتها انا كنت بحاول اصنع منك محارب قوي، بس كلامه ما كانش مفيد خالص، لان كريتوس جد منه خلاص، وقال له ساعتها ان انت نجحت في ده فعلا،
وخلص عليه. فالصراحه يا جماعه ايريس خاف فعلا من كريتوس قبل اخر جمله قالها ليه، او قبل اخر جمله قالها في حياته يعني. رايك بالكومنتس تحت في الشخصيه دي بالذات، ولكن انا شايفه ان هي خافت من كريتوس من يوم ما ضمه ليه حتى. I was trying to make you a great warrior. You succeeded. خلينا نخش على الشخصية رقم 2 معانا، وانا حبيت اخليها جد كريتوس الاعظم كرونوس. Murderer of Gaia enters my tomb. Kronos! I know it was you who killed her, Spartan. Who else could? مش عارف اجبالك ازاي، بس كريتوس النملة دون خوف جده كرونوس الجبل ده. ما تسألنيش ازاي، بس الفايت اصلا من اوله لاخره كريتوس حرفيا كان واخد كرونوس سبعات في تمانيات، طالع نزل على جسمه ضرب فيه، مرة يطلع من كرشه، مرة يخش من بقه، هانه حرفيا لحد ما طلع لراسه دغدغ فيها، وكل ده وكرونوس لا حول له ولا قوة، متهان حرفيا يا اخوانا. يا اخي لدرجة ان كريتوس دخل الكلبش بتاعه البارز دون ببقه اللي هو قفله له تماما، خلاه حتى مش عارف ينطق اي كلمة، لدرجة ان حسيته عاوز يعيط لكريتوس ويقول له كتعبير لكلامه يعني سيبني يا ابن ابني ابوس وشحك الاسبارتي، بس مفيش فايدة. طبعا نفخه ببليدز في اولمبس ونهى عليه. فبصراحة شفت نظرة الخوف بعيون كرونوس ساعتها، خاصة من اول ما طلع من بطنه لحد ما خلص عليه تماما، كان مشهد يفرح الصراحة. تعالى بقى نخش على المركز الاول، وانا عارف ان اغلبكم هيقولي حرام عليك بجد، بس والله يا جماعة هو يستاهلها عن جدارة. زيوس، ايوة زيوس، زيوس اللي صندوق بندورة خرجت منه كل الشرور وتمركزت فيه، زيوس اللي قوة الخوف سابت اغلب الناس لما خرجت من صندوق بندورة وتملكت منه هو، لدرجة ان خليته يخاف من كريتوس جدا، وطول الوقت كان بيحاول يتخلص منه بطريقة غير مباشرة، لحد طبعا ما بان لكريتوس بالصورة الحقيقية بتاعته، وكان بيحاول يلعب على وتر التحالف مع كريتوس لحد ما قتله فعلا، لكن اتفاجئ تاني برجوعه من ارض الموتى. فزيوس يستاهل المركز ده بجد يا جماعة. طب ليه؟ زيوس كل اللي عمله كان خوف اصلا، كان خايف كريتوس يغلبه ويبقى هو الحاكم الجديد لأوليمبس مكانه. زيوس كان شايف قوة ابنه كريتوس فعلا، وكان عارف انه صاحب النبوءة، لان زيوس كان متأكد ان كريتوس مش هيرجع عن اللي هو فيه تماما، هينتقم يعني هينتقم، فكان خايف. بس انا بقول اكتر زعماء خافوا بالنهاية. زيوس حارب كريتوس بمنتهى القوة يا جماعة، وكان من اشرس الفيلنز بالجيم كلها لحد النهاية طبعا، لما كريتوس دمره حرفيا، حتى دمر هيئته النجمية. فجأة رجع زيوس تاني زي ما كان في شكله الانساني، وبقينا بكريتوس بمنظور الفيرست بيرسون، وهنا هتشوف الخوف فعلا مالت زيوس. يا اخي لدرجة ان كريتوس رمى اسلحة البليدز بتاعته ونعر بصوته اللي بيجري الشارع قدامه، ولقيت ساعتها زيوس ميت في جلده. حتى شوف عيونه كلها خوف زي اخوه بوسايدون بالظبط. فدي هي لستة اكتر زعماء خافت من كريتوس يا جماعة، خافت من كريتوس بالنهاية، خافوا لما لقوا مفيش فايدة، ميتين ميتين، عشان كده يستاهلوا يكونوا بقائمة اكتر زعماء خافوا من كريتوس. انت قولي مين تاني تحب تضمه للستة دي، وان شاء الله في فيديو تاني عن اكتر زعماء ما خافوش من كريتوس خالص، حتى بالنهاية وهم بيموتوا كانوا في منتهى الشجاعة، لدرجة انهم كانوا بيشتموا في كريتوس ولا فارق معاهم اي شيء اصلا. فشارك برأيك في الفيديو ده وحتى الفيديو الجاي، بحيث ان انا احط الشخصيات بتاعتكم في الفيديو الجاي كمان. وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله. رمضان كريم، سلام.